بيكم معانا حلقه جديده من عيش وملح، معاكم توته مراد، وكل سنه يا رب وانتم طيبين ويجعل ايامنا وايامكم كلها عيد وهنا وخير وسعاده. تكمله بقى للوصفات البسيطه جدا، احنا قاعدين كده في العيد اجازه، كلنا قاعدين في البيت وعايزين نعمل حاجه سهله وبسيطه للولاد. حلقه النهارده هتلاقوا كده الوصفات خفيفه جدا وصيفيه وسهله، وقلنا نبتدي باول وصفه. دي اكتر نوع حلويات بحبه، كانت اكتر نوع حلويات ماما يا رب يديها الصحه بتعمله دايما. كنا نرجع المدرسه نلاقي تورتاية جيلي بالموز موجودة كده في التلاجة، فكانت بتبقى يا سعادنا يا هنانا. هنعمل تورتة الجيلي بالموز بطريقة سهلة جدا وبسيطة، مش تاخد مننا وقت ومحدش يستصعبها. يعني في ناس بتخاف تعملها، تقول مثلا ده الجيلي هيفك، ده الموز هيجري ويسيب الطبقة، لا الكيك هتهبط. فهي وصفة بسيطة جدا، لو مشينا على الخطوات بالظبط هتطلع معانا أحلى تورتة جيلي بالموز. طبعا ممكن نشيل الموز ونحط عنب، نحط تفاح، نحط فراولة لو الموسم بتاعها، ما نحطش خالص، نخليها بس تورتة جيلي بالكيك، هتبقى برضو خطيرة. طيب تعالوا نبتدي كده نفهمي بالله ونشوف مقادير تورتة الجيلي. أول حاجة هي طبقة الكيك. طبقة الكيك دي ممكن نعملها في فورم 24، ممكن نعملها في كب كيك تدي 24 قطعة، ممكن نعملها في صينية مستطيلة اللي هي المقاس الوسط أعتقد 30 × 40، يعني ممكن تعملوها في أي فورم أنتوا حابين. أنا هعملها في المدورة لأن أنا عايزة تورتاية مدورة. طيب طبقة الكيك أول حاجة إيه؟ معايا كوبايتين من الدقيق، وانا هعملها في الخلاط مش هعملها بالعجان. يعني كوبايتين من الدقيق، 4 بيضات، وتكون البيضه حجمها صغنن، لو حجم البيضه كبير يبقى احط 3 بس مش 4. كوبايه الا ربع من الزيت، كوبايه من الحليب، ربع كوبايه عصير ليمون، ومعلقتين كبار من النشا او معلقتين كبار من بودره الكاسترد، بتدي لون وهشاشه حلوه قوي للكيك. معلقه كبيره مليانه من البيكنج باودر، ومعلقه كبيره من الفانيليا السائله، وكوبايه من السكر. المقادير دي تقدروا تعملوا بيها اي كيك انتوا حابينه، هي مقادير كيكة شاي بسيطه جدا وخفيفه وهشه، وبتبقى حلوه قوي في التورت. تورته الجيلي، تورته مثلا مستعجله كده ومش عايزه تفصلي صفاره عن بياض وتعملي سبونج، فهي برده هتبقى لطيفه لانها هشه جدا ولونها بيكون فاتح. طيب هنبتدي اول حاجه نعمل ايه؟ اقول لكم طبقه الجيلي برده كمان. معايا 3 اكياس من جيلي الفراوله، ومعايا ميه مغليه. 3 اكياس من الجيلي يعني ياخدوا 6 كوبايات من الميه زي ما مكتوب على الكيس. انا بعمل 3 كوبايات او 3 اكياس من الجيلي بخمسة او 4 أو 4.5 كوبايات من المية المغلية والباردة، عشان الطبقة عندي تبقى متماسكة، لان انا مش هاكله بالمعلقة كده، انا عايزاه الطبقة ثابتة على سطح الكيك، فبقلل المية شوية عشان اضمن الترابط بتاع الجيلي. بس كده تعالوا نشوف هنعمل ايه في الكيك، نبتدي كده واحدة واحدة. طيب بصوا، عندي الاول الدقيق، ناخد دي كده، عندي 2 كوبايات من الدقيق، وطبعا دقيق منخول ودقيق اللي هو متعدد الاستخدامات مش دقيق مخبوزات ابدا. ومعايا النشا، ده البيكنج باودر، بيكنج باودر ونشا. عندي ايه تاني؟ بس كده، دي المقادير الجافه ورشه ملح. يبقى عندي بوله فيها المقدار اللي هو المواد الجافه كلها. طيب انا عايزه اعمل كيك ده بالشوكولاته، يعني ممكن حد عايز يعمل كيكه الجيلي بالفراوله بالشوكولاته، هنقول لا؟ مش هنقول لا. هشيل 1/2 كوبايه من مقدار الدقيق، احط بدلها 1/2 كوبايه من الكاكاو الخام، يعني يبقى عندي في الاخر 1.5 كوبايه من الدقيق مع 1/2 كوبايه من الكاكاو الخام، هتبقى عندي زي الفل. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ هاخد 4 بيضات، ومعايا السكر والفانيليا. تمام كده؟ تمام كده. هضرب ده مدة لا تقل عن 5 دقايق، وما تزيدش برضو عن 5 دقايق، لأن أنا لو ضربت الخليط ده مدة زيادة عن 5 دقايق فأنا دخلت كمية هواء كتير جدا للخليط، وممكن أفرح بالكيك بقى في الفرن وأقول يا دي عليت وبقت قد كده. مجرد ما تخرج وتبتدي تقابل هواء بارد هتلاقي كيكة نزلت كده. فأنا 5 دقايق بالكتير جدا، يمكن الخلاط ده سرعته عالية فممكن تاخد 3 دقايق ما توصلش للخمسة. فانا هضربها كويس جدا لحد ما القوام بتاعي يفتح. ثلاث دقايق 4 دقايق بالكتير هتبقى عندي زي الفل. شايفين القوام؟ كل مدى كل ما بزود الضرب كل ما بحس ان القوام معايا رفع وبقى هش جدا، عشان هاخد في الاخر كيكه مظبوطه.
وعايزه اهدي برضو النار في الفرن عشان ادخل الكيك بتاعي. ضربناها والقوام بتاعي اترفع وبقت هشه شويه، يعني القوام بقى فاتح. بعمل ايه بقى؟ باخد عصير الليمون وباخد كوبايه الحليب. حد هيقولي بقى ايه علاقه الليمون بالموضوع؟ احنا ما بنعمل كيكه فانيليا عشان نطلعها هشه وخفيفه ومرتفعه وبيضه، يعني قلبها من جوه ابيض، بحط معلقه كبيره من الخل. طب الليمون نفس الفكره، فممكن احط خل بس مش ربع كوبايه، احط غطا. الليمون بدي ربع كوبايه، بيخلي الكيكه فاتحه جدا وبيخليها هشه، ومفيش اي بقى نقطه زفاره للبيض. فالليمون مع النشا مع الحليب او الليمون مع الحليب بيديني كاني حاطه زبادي في الكيك او حاطه لبن رايب، ولبن الرايب والزبادي بيطروا الكيكه جدا، فميكس الحليب مع الليمون بيديه النتيجه دي. نضرب تاني. بصوا بقى، انا دلوقتي هشغل الخلاط فمش هتعرفوا تسمعوا مني قوي اللي انا عايزه اقوله. والخلاط شغال، هنزل بكوبايه الا ربع من الزيت على هيئه خيط رفيع، والخلاط شغال عشان تظبط معايا القوام. هشغل وانزل الخيط. بس كده، بس خلاص، ادي كيكه الفانيليا اللي عامله عقده للناس وبتخاف تعمل كيك ما يظبطش. المقادير دي سموا بالله وجربوها، مش هتبطلوا تعملوا نوع الكيك ده. بقى كيكه شاي، عايزين تحطوا قرفه، تحطوا جنزبيل، تحطوا فواكه مجففه، تحطوا اللي انتوا عايزينه، بتطلع بجد من انجح وصفات الكيك اللي ممكن تجربوه. هنزل بقى، بصوا الخليط فاتح ازاي، فاتح جدا وهش. ننزل كده بالمقدار كله واحدة واحدة عشان كل الدقيق عندي يختفي ما يبقاش موجود. مش جامد برضو يعني عشان ما نهبطش اللي احنا رفعناه في الخلاط. ممكن بسباتيولا حتى، يعني مش لازم بالمضرب، ممكن بسباتيولا. كنت اعمل كيكه برتقان، نبدل ساعتها الحليب بعصير برتقان وتحطوا بشر برتقان في الاخر خالص، يعني تحطوه وانتوا خلاص هتصبوا الكيك عشان يفضل عندي طعمه موجود. اتاكد بس ان مفيش اي دقيق تحت. بس كده، بصوا بقى الكيك القوام بتاعه حلو ازاي. هجيب برضو سباتيولا اوريكم الشكل بتاعه. مفيش اي دي تحت. ده القوام المظبوط للكيك بتاعه الفانيليا. طيب هنعمل ايه بقى؟ هجيب صينيه مقاس 24 او 26 وابتدي اصب فيها الخليط، والصينيه تكون متبطنه بزيت ودقيق. بصوا مفيش اي تكتلات دي ازاي عشان ضربناها كويس. احلى كيكه فانيليا ممكن تجربوها. تمام، تعالوا بقى نشيل الحاجات دي ونعمل ايه؟ نديها خبطتين. بس، واروح مدخلها فرن سخن على 180 لمده، يعني تاخد لها مثلا 30 40 اقصى حاجه 45 دقيقه، مش اكتر من كده. هدخلها الفرن واعتقد هناخد فاصل لحد ما نرجع مع بعض نعمل بقى طبقة الجيلي والموز وبقية التفاصيل بتاعة التورتاية. فاصل نرجع لكم على طول، استنوا. رجعت لكم بعد الفاصل انا والعجان عشان نشتغل دلوقتي في وصفة على ما الجيلي بالموز يجمد. بصوا انا بجيب مقدار الجيلي بتاعنا اللي قلنا عليه وباخد منه كبشتين مثلا واحطهم في الصينيه واحط عليهم شرايح الموز وادخلها الفريزر تجمد لحد ما اكمل باقي خطوات الكيك. فالخطوه دي قدامها حاجه بسيطه وتبتدي تجمد عشان نكمل باقي الوصفه بتاعه التورته. فقلنا اختصار للوقت يعني هنبتدي في الوصفه اللي بعدها، وتعالوا نشوف هي ايه.
هنعمل اكتر وصفه بتطلب مننا على الهوا، هما وصفتين، مكرونه بشاميل والبيتزا. هنعمل مكرونه، هنعمل مكرونه بشاميل، هنعمل بيتزا بكور او كرات الكفته بطريقه حلوه جدا وبسيطه وطعمها حلو قوي قوي. طيب تعالوا نشوف المقادير. معايا 3 كوبايات من الدقيق، دقيق مخبوزات بقى احنا استخدمنا في الكيك، دقيق متعدد الاستخدامات، في المخبوزات هنستخدم الدقيق اللي هو البيتزا او الفينو. معانا معلقه كبيره خميره، معلقه كبيره سكر، معلقه كبيره بيكنج باودر، وربع كوبايه من زيت الزيتون، علبه زبادي، 3 معالق كبار من الحليب البودره، معلقه صغيره من الملح او نص معلقه صغيره من الملح او معلقه صغيره بس ممسوحه مش هرميه. دي كده عجينه البيتزا، دي مش ايطالي، انتوا عارفين البيتزا الايطالي دقيق وخميره وسكر وشويه زيت زيتون وميه دافيه وخلاص، بس احنا كعرب بنحب البيتزا تبقى ايه، ملظلظه شويه كده، تبقى ليها سمك، ليها تخانه مش رفيعه، فدي ممكن نقول عليها يعني امريكان شويه، نقول عليها بيتزا مصري، بس مش كيكه برضو، هي بتطلع رفيعه وبيطلع شكلها حلو. طيب صوص البيتزا، 3 معالق كبار من الصلصه ومعلقه صغيره من الثوم المفروم وزعتر وريحان وروزماري، زيت زيتون، ملح وفلفل، وجبنه موتزاريلا وجبنه تشيدر. دي كده مقادير الصوص، ودي الجبن اللي على الوش. الكفته بقى، احنا عملنا كفته كتير قوي مع بعض في حلقات قبل العيد وما قبل حلقات قبل العيد، فيعني حافظنا طريقه الكفته، فانا هنزل لكم بس بالمقادير وانا شكلتها بصراحه يعني قبل ما ندخل. معانا ربع كيلو من اللحمه المفرومه، تفل بصلايه صغيره اللي هو البصله مبشور بدون الميه، ملح وفلفل، وبزود شويه ريحان مجفف وشويه اللي هي التشيلي فليكس او الشطه المجروشه اللي هي اللي بيبقى فيها البذور بتاعت الفلفل الاحمر، مش اساسي، ممكن نعملها بس بصل ولحمه وشويه توابل وخلاص ونسويها على كده بس، خلاص مفيش حاجه ثانيه. انا هاخد الكفته هسويها في الطاسه بشويه زيت صغيرين بس انجازا للوقت. عندي شويه زيت وانزل بالكفته اهي معموله كده صغنن خالص. النار عاليه قوي، استنى هرفعها عشان النار، النار عاليه قوي قوي. انا مشغله اصل النار بقالي شويه فلازم نرفعها من النار. هدي النار شويه بس كده، هنرجعها النار تاني نسيبها تستوي على مهلها. طيب على ما تستوي هنعمل ايه؟ هنبتدي نعجن مقادير عجينه البيتزا. تعملوها بقى جبن بس، تعملوها خضار، تعملوها بالمشروم، تعملوها بالبسطرمه، بالمفروم، بالفراخ، عيشوا بقى وتعايشوا. يعني البيتزا دي من الحاجات اللي بتقبل مليون اضافه مش هتقول لا. معانا الدقيق، 3 كوبايات من الدقيق، دقيق الفينو، حليب البودره، سكر. تعال ناخد الحاجات اللي في الركن البعيد الهادي دي، اهو هانت، اهو هانت. البيكنج باودر، خميره، والملح نحطه هناك كده شويه. فاضل ايه؟ نجيب معلقه او السفله بقى. يبقى حطيت كل المواد الجافه عندي على بعض وبديهم تقليبه كده بالسباتولا، مش لازم اشغل العجان. وبعدين هنزل بزيت الزيتون ربع كوبايه، وكمان علبه زبادي. عايزاكم تجربوا طريقه البيتزا دي مره واحده، مره، واوعدكم ان انتم مش هتبطلوا تعملوها، بتطلع طريه جدا وهشه وفيها سنه كراست كده قرمشه مع العجينه مخدومه، الحليب البودره معلي الدسم، فعجينه بيتزا مضمونه بلا نقاش بقى، يعني جربوها تعجبكم قوي. حطيت الزيت والزبادي بعد المواد الجافه وهبتدي اديهم تقليبه حلوه واحده واحده. نشوف برده الكفته اخبارها ايه. الكفته شكلها نونو خالص، لو ما كنتش انا هديت النار بقى كانت اتحرقت، كانت باظت الوصفه، وكان يا ريت اللي جرى مكان وقتها. وفكره بقى الكفته مع البيتزا هي يعني تحسوا ان الكفته مصري، الكفته اللي هي زي الكفته المشويه بتاعتنا، ف
فما لو انا فاضل مثلا عندي حته لحمه مفرومه صغننه وما عنديش بقى ولا تونه ولا بسطرمه ولا عندي فراخ وعندي بس حبه لحمه صغننه كده، هروح عامله نفس التتبيله وعاملاها كور صغيره واسويها. فكل ما صغرت الكور كل ما ادتني كميه اكبر على البيتزا. مقدار البيتزا بتاعتي ده بيعمل 2 وسط او واحده المقاس ده، دي اعتقد مقاس 28، استنى مش مكتوب بس اعتقد دي 28، فبتعمل واحده كبيره او 2 وسط، فانتوا على حسب بقى. طيب بعد ما الزيت والزبادي اختلطوا مع بعض ببتدي انزل بالميه الدافيه تدريجيا، يعني المقدار ده بياخد من كوبايه ميه لكوبايه الا ربع حسب بقى النوع دي بتاعي ايه. يعني ممكن استخدم دي مخبوزات ماركه معينه ياخد ميه اكتر، ممكن استخدم دي مخبوزات ماركه تانية ياخد ميه اقل. فدايما انا بقولها معيار الميه بنزلها بالطلب حسب ما عيني تشوف، محتاج ميه اكتر هزود، محتاج ميه استكفى خلاص مش هزود تاني، ومحتاجه ميه كمان اعتقد دي اخر مره هزود. بس كده تمام جدا. نعمل ايه بقى؟ ندي تقليبه ونبتدي نفرد. انا هعمل حركه حلوه بقى، دي قدامها دقيقتين وتستوي، فانا هعمل صوص البيتزا في الطاسه اللي كان فيها الكفته، ودي هتديني طعم حكايه لان هيبقى الصوص فيه طعم تشويح الكفته. ممكن عايز تعملوها في طاسه تانية اعملوها ما عنديش مشكله، بس يعني ما هو طعم الكفته فيها فهيبقى حلو برضه. خلاص دي دقيقه وهرفعها من على النار. نبص هنا برضو حلو جدا جدا. انا هسيبها بقى نهدي عليها ونبتدي نوسع مكان. لا تعالوا نشيل حاجتنا عشان حاسه بكركبه رهيبه، يعني عايزه افضي مكان عشان نشيل دول ونشيل كمان ده. نلبس الجوانتي بقى ونبتدي نفرد البيتزا، وبعديها هنكمل مع بعض التورتايه بتاعه الجيل. ودي خلاص هرفعها كده، شلت الكفته هزود شويه زيت واعمل صوص الطماطم هنا. شويه زيت، ايدي بحبحت في الزيت. هناخد الثوم، الصلصه، الاعشاب العطريه بتاعتنا، وهنزل بيهم. ناخد سباتيول، عندي حبه ثوم حلوين نديهم تشويحه كده حلوه، مجرد بس ما يبيض، انا مش عايزاه يغمق معايا. نعلي بقى النار، احنا كنا مهدينا رشه الكفته. وعايزه برضو اخد نظره على الكيكه اشوف الاخبار رايحه لفين. نعمل كده واخد نظره على الكيك. رفعت اهي بس لسه ما لونتش خالص. حاسه النار هديت، نعلي النار شويه. اول ما التوم يتشوح ممكن بقى انزل بدل صوص الطماطم، ممكن انزل باربيكيو، ممكن انزل كاتشب، ممكن انزل طماطم مشويه، بتبقى حكايه. فصين توم مشويين دي بقى على حسب. اول ما التوم ياخد تشويحه كده بروح نازله بالصلصه او بالكاتشب، ودي تشويحه تانية حلوه ما بتاخدش وقت خالص على النار، وممكن محتاجش ازود ميه. رشه فلفل اسود، رشة ملح، وشوية من الزعتر. دي أسهل صلصة بيتزا ممكن تجربوها. شوية الروزماري، يفضل يبقى مطحون يعني ميبقاش صاحي. أسهل وأسرع صلصة بيتزا في الحياة، متاخدش وقت خالص وريحتها خطيرة. هسيبها بس تاخد شكشكة كده بسيطة ونبتدي نكمل الوصفة على طول. بس انا كده عليت النار، يبقى دي صلصه البيتزا السريعه بدون بقى ايه، يعني ما فيهاش فزلكه، هي اسهل طريقه في الدنيا. تغلي الريحه تحفه، تغلي غلوه وتبقى جاهزه عندي. العجينه لسه، احنا طبعا نسيب العجينه تعيش وتتعايش بقى في العجان، تاخد لها 10 دقايق ربع ساعه، وعندي العجينه اللي بالفعل خمرانه مرتاحه بقى لها ساعه والهواء بتاعها يعني اتملت هواء وطريه جدا، ونشوف الكلام ده برضو اول ما نرجع من الفاصل. الصلصه بتاعت البيتزا شكشكت فانا هقفل عليها النور، هستنى تهدى اللي هي مسافه الفاصل ونرجع لكم عشان ما تخليش العجينه بتاعتي طريه او مبلوله مش حلو. فهناخد دلوقتي فاصل سريع ونرجع لكم من تاني، استنوني.
معاكم بعد الفاصل، ما غبتش عليكم. تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه. بصوا احنا عاملين الحلقه دي حته من الشرق لحته من الغرب، فركزوا معايا بقى عشان نمشي ايه نفنش وصفه وصفه. طيب بصوا نبتدي باول حاجه، خلينا نحط الجيلي. تعالوا نحط الميه الاول، اتفقنا هفك الاول الجيلي. هنحط على الثلاث اكياس 4 كوبايات ونص، هنقول مثلا ادي كوبايه ونص، وحط عليها 3 باكت من جيلي الفراوله. اتاكد انه داب كويس جدا جدا، مفيش اي تكتلات عندي. وبعد كده بزود بقى كوبايه ونص من الميه البارده عشان اقدر اشتغل بيه على طول. اهو دي كوبايه ميه سخنه، مش كوبايه ونص، عشان نزود المدار التاني يبقى 3 كوبايات ونص. اهو وعندي كبشتي، اتاكد بس ان الجيلي ده كويس. تمام، هنعمل ايه بقى؟ نجيب كبشه ونجيب الميه البارده ونحط ايه 3 كوبايات ونص من الميه البارده. لو قلقانين من ان عينيكوا تخنكوا في المقدار يبقى انتوا حطوا بالكوبايات المعياريه، يعني ما تحطوش بالبركه كده زي ما انا بعمل، لا خليكوا شغالين بالكوبايات افضل. اصبح ايه الجيلي دلوقتي عندي بارد، خلاص ما انا حطيت ميه بارده، نزود حته كمان بس. تمام. عندي ايه بقى؟ بصوا ادي الجيلي وعندي طبقه جيلي اهي بالموز، بس يعني واحنا بندخلها التلاجة فالموز جري في حته يعني راح كده على جنب لوحده، فانتوا حاولوا ايه واحده واحده وانتوا رايحين عشان يبقى متوزع بس في الصينيه كلها. حطيت الموز وحطيت طبقه الجيلي وجمدت اهي، شايفين ماسكه. بروح عامله ايه بقى؟ الكيك بتاعنا اللي استوى اهو بروح حطاه هنا، ما شلتش الوش اللي تحت، سايبه الوش اللي تحت، لكن الوش اللي ناحيتي انا بشيل الطبقه اللي عليها عشان يتشرب الجيلي مظبوط، وبغرقها بقى جيلي. يعني بفضل احط في الجيلي لحد ما احس ان هي خلاص استكفت. بصوا شايفين بتشربها ازاي على طول؟ دي بقى لما بتبرد مش قادره اوصف لكم حلاوتها. هفضل ازود في الجيلي لحد ما احس ان هي خلاص هتبتدي ما تشربش الكميه، يبتدي الكميه عندي تعوم كده فوق. لما توصل لمرحله انها بتعوم يبقى هي خلاص مش محتاجه تاني، فممكن يفيد مننا شويه عادي نصبهم في طبق ونخليهم الولاد تاكلهم. هي تاخد كميه جيلي حلوه، يعني مقدار مثلا الثلاث اكياس ده على 4 كوبايات ونص من الميه السخنه والبارده بتاخدهم كلهم، زائد الطبقه الاولى، يعني مقدار الجيلي مع الميه ده للتشريب وللارضيه، عشان بس تبقوا ما تتهوش، تبقوا عارفين التفاصيل كلها. دي بقى تبرد والكيك بيبقى مسقي كده بالجيلي، بيعمل قوام كده وترابط، بتبقى طعمها خطير. شوفوا بتشرب على طول، كل ما زود كل ما هتشرب. ونروح ايه بقى؟ انا بصراحه بحب اعملها قبليها بليله، يعني هناكلها مثلا يوم الجمعه فاعملها من الخميس بالليل. تقعد بقى براحتها في الثلاجه تتماسك وتبقى زي الفل. طب اجي افكها بقى، افكها ازاي؟ هقول لكم. بطلعها على رخامه المطبخ 10 دقائق، 10 دقايق مش اكتر من كده، واروح كده هزه الصينيه كويس قوي واسمي بالله واقلبها. هتلاقيها سمعتي صوت ايه في حاجه بتفك، فساعتها شيلي الصينيه وهتطلع معاكي زي الفل. يعني عارفين لو كان معايا وقت كنت دخلت دي تجمد وكنت وريتها لكم وهي بتتقلب، بس ما اعتقدش هتلحق. بصوا ابتدت تتشرب بس ببطء شويه، يعني الجنب ده نعمل كده. تمام، انا اعتقد هي كده كفايه. بصوا اما بضغط شايفين اهي اتشربت كويس جدا، ما عنديش حته ناشفه عندي، كل ما بضغط كده بايدي في سوائل بتخرج. فطب الكميه دي نحطها بقى في بوله، نحطها في اي حاجه ونخليها على جنب الولاد تاكلها لوحدها. بنروح بعد كده مدخلينها التلاجه 6 ساعات 8. كل ما دخلتيها التلاجه كل ما قعدت مده كل ما ادتك نتيجه احلى واحلى. فانا هعمل ايه؟ هجيب صاج وانقلها عليه. فين الصاج؟ اهو. تمام جدا، ادي اهو خلاص. هندخلها بقى ليله في الثلاجه او يعني ساعتين ثلاثه في الفريزر هتطلع معانا زي الفل. دي كده الكيكه الجيلي، هوريكم طبعا اللي خلصانه في اخر الحلقه ان شاء الله. هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد شويه الدقيق اهو، ناخد دي كده هنا شويه دقيق بسيط مش كتير، ونفرده كده
هناخد عجينة البيتزا اللي خمرانة بالفعل، نحط عليها برضو شوية دي. بصوا قد ايه طرية، بصوا الطراوة بتاعت العجينة خطيرة، من احلى يعني العجائن والعجائن اللي ممكن تجربوه. رش دي بسيطة فوق ونبتدي بقى نفرد بالنشابة. نحاول بس نعملها دايرة الاول. عايزة اقول لكم ان هي والله ما محتاجة نشابة، يعني انتوا ممكن تشتغلوا يعني تفردوها كده، هو ده الصح بصراحة، بس عشان الوقت. باخد كده ما بوصلش للآخر، بروح لفاها الناحية التانية وحاول أظبط الكيرف بتاعها، ونعمل برضو كده عشان بس تاخد ايه شكل الدايرة المظبوطة اهي. وعايزة برضو اوريكم السمك بتاعها عشان ما تعملهاش تطلع سميكة قوي فما تبقاش مستوية. ممكن كمان تفردوها على سميد، عايزه اقول لكم السميد بيدي نتيجه هايله في الارضيه، بتبقى فيها قرمشه كده من تحت بتبقى تحفه. نتيجه كبيره على الصينيه ولا ايه؟ واحده واحده لحد ما احس ان هي المقاس مظبوط على مقاس الصينيه. تعالوا نشوف كده، ماشي، حتى لو طلع في زياده هنقصقصها. ناخد دي كده ودي كده ونحطها هنا كده، لا حلو. نبتدي ايه نضغط كده عشان نسكن بس البيتزا في الصينيه مظبوط. دي عاليه قوي هقصها عشان دي لو استوت هتلاقيها خرجت من الصينيه. داير داير كده ورقه الطرف وانا بلفها. لازم نعمل سور يعني عشان لما تيجي في الاخر حتى نحط الحشو ما نحسش ان الحشو طالع بره، او نحس ان الحشو نزل على حروف الصينيه. هقص انا بس الزياده اللي هي ايه دي كده. بس كده نعمل ايه بقى؟ تعالوا نشوف. هاخد شوكه واخرمها كويس جدا جدا، مش عايزه اسيب حته منها ما تكونش فيها فتحه. خرمها كويس قوي قوي، ما نسيبش حته فيها بدون شوكه. والحروف والجناب والارضيه وكل نقطه فيها. تمام؟ طيب خلصنا ده. ننزل بايه بقى؟ صوص البيتزا الخطير اللي احنا عملناه على ايدينا اهو، وريحته بقى هايله. نبتدي بقى نوصل كده للطرش، شوفوا بقى السور اللي عاملينه هيخليني كمان اقدر افرد صوص البيتزا بكل سهوله. عايزين تجيبه على الطرف هاتوه يحمرها برده ويديها لون. طبعا لازم صوص البيتزا يبقى بارد ما يبقاش سخن. في حته كده اكتر من حته بالمعلقه بنبتدي نلفها. بس كده اهي سهله، مفيش اسهل من كده. انا حطيت الكفته فين اهو، هنحط ايه بقى قطع الكفته، ننزلها كده عشوائي او رصوها حتى. احلى نوع بيتزا ممكن تجربوها، انا دي بالنسبه لي الحب كله هي والمشكل جبن، يعني بحبهم اكتر نوعين. دايما بعمل الكفته دي في البيت على طول. وناخد كمان جبنه التشيدر الاول، وبحبها اوديكم بقى في الجبنه. كل ما الجبنه كانت كتير هي مكلفه، بس احنا مش هنعمل كل يوم بيتزا، بس البيتزا كل ما الجبن كانت كتير كل ما ساحت كده وادتني طعم حلو، فيعني نبحبح ايدينا فيها شويه. تمام، لو في حتة أعلى من حتة نزودها عادي. وادي الجبنة الموتزاريلا حالا اهو، نحط برضو على الأطراف كده عشان ما تبقاش صلصة وعيش بس لوحدها. التسوية بقى، ودي زيتونة الموضوع كله.
البيتزا بتدخل فرن سخن على اعلى درجه حراره موجوده عندك لمده 7 دقائق 10 دقائق، ده يوم ما يبقى فرنك نايم. يعني في ناس بتسيبها تلت ساعه ونص ساعه، ليه؟ انا عندي الحشو مستوي، مش فاضل عندي غير ان انا اسيح العجينه، اسوي العجينه واسيح الجبنه. 7 دقائق 10 دقائق دي اقصى مده هتلاقي البيتزا عندي زي الفل، الفرن بيبقى شغال يفضل من فوق ومن تحت، هتطلع عندي في 7 دقائق زي الفل. فانا كمان هدخلها دلوقتي وان شاء الله تلحق تطلع قبل ما نختم. وبس كده، هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد فاصل سريع ونرجع لكم على طول من تاني. معايا نوع سلطه حلو جدا جدا، يا رب ان شاء الله نلحق نعمله. فاصل ونرجع لكم على طول، استنونا. رجعت لكم بعد الفاصل، ما غبتش عليكم، تعالوا نشوف هنعمل نوع سلطه تحفه بالبطيخ. هنعمل سلطه بطيخ بمكونين ثلاثه، طعمها حلو قوي وسهله وترطب في الجو اللي احنا فيه ده. طيب مقادير سلطه البطيخ، معايا بطيخ مكعبات متقطع كده صغنن خالص، ومعانا كمان نعناع عشان نعمل فريشنس كده وتبقى فيه يعني حاجه في السلطه تحسوا فيها بطراوه جت فجاه. معانا كمان خيار وجبنه اسطنبولي متقطعه مكعبات، ممكن اي نوع جبنه تستخدموه، ومعايا عسل ابيض. فانتم متخيلين بقى ميكس العسل مع الجبنه البراميل الحادقه والخيار والبطيخه اللي مسكره شويه والنعناع، فالسلطه دي حلوه جدا جدا وصيفيه هتعجبكم قوي لو جربتوه. وهي ما فيهاش يعني ما فيهاش مقادير كتير، هي شويه حاجات نحطها على بعض. طيب عندنا هقول لكم الخيار الاول، عندنا البطيخ، بطيخه حلوه كده متقطعه، والخيار والنعناع، ده ريحان، ده نعناع، انا عمال اقول برضو ايه الاتنين دول. الريحان ده للبيتزا، انا برضو عمال اقول ممكن نعمله بايه. بحب قوي اقطع نعناع كده بالمقص بتاع المطبخ، اهو شويه نعناع بلدي كده جميل، اهو اقطعه كده بالمقص. انتوا بقى عايزين تدوها شويه زيت زيتون ماشي، تدوها شويه ايه ممكن يتحط عصير ليمون ماشي برضو، بس انا بالنسبه لي بصراحه هي كده مش ناقصها اي حاجه، ومش هحط نعناع كتير برضو. نجيب معلقه وانا مستنيه البيتزا تستوي عشان اوريها لكم وهي سخنه كده وطالعه من الفرن اهي. تحسوا السلطه دي عايزه قاعدين على البحر اهي، مش هحط بقى ولا ملح ولا فلفل ولا اي حاجه. هناخد كده، ممكن تحطوا جرجير كمان هيبقى تحفه. نحط بقى الجمال ده مع بعض، ونظبطه كده في الطبق. فاضل خيارية ونعناعية، ونحط قطع الجبنة على الوش، مش هقلبها معاه عشان ما تتهريش. اهي مختلفة، وصفة مختلفة غير التقليدي. وبعدين احنا بناكل جبنة وبطيخ وعنب وبطيخ، عنب وجبنة. وانا زمان اصلا لما كنت اسمع اكلة الجبنة والبطيخ ده، ازاي انا اكل جبنه وبطيخ؟ اكل ازاي حاجه مسكره على حاجه حادقه؟ وكلتها على كبر يعني، كلتها لما كبرت وحسيت ان انا فايتني كتير قوي ان ازاي ما كلتش الجبنه مع البطيخ قبل كده. فبقيت بقى من اكتر اكلات اللي احبها في الجو ده، بس الجو ده ولا عايز طبيخ ولا عايز وقفه، عايز كده حاجه تبقى بارده وسريعه وسهله، فمش هنلاقي اسهل من كده. الجبنه البراميل دي ريحتها خطيره، واسطنبولي، جبنه ملح خفيف برضو ممكن لو انتم مش عايزين الجبنه يبقى ملحها عالي. ففي اي وصفه شغاله الجبنه دي. فين تاني؟ حته هنا. هنعمل ايه في الاخر بقى؟ في انواع صوصات كتير او دريسنج للسلطه يبقى فيها عسل ابيض، فاحنا هندي شويه عسل ابيض على الوش، وده اختياري مش اساسي. ناخد كده ايه، ماشي، مش شوية عسل أبيض. إن بوزبوستي بتقول لكم إن أنتوا تاخدوا معلقة فيها كل حاجة، يعني أنا دلوقتي هاخد معلقة هشوف لي كبشة، وآخد إيه؟ شوكة يكون فيها عسل وفيها جبنة وفيها إيه تاني؟ خيار وبطيخ، بس كده، يعني أنا باكل جبنة وبطيخ دايماً. الميكس ده يمكن برضو جديد عليا شويه. بنات افكار بوسبوستي بقى.
هتقولي السلطه دي تحفه وخطيره، قلت لها يلا بينا. جبنه بولي. ايوه هنقول لا، انا عايز التجربه جدا. يعني بصوا دايما اقول لكم ايه، انا بجرب الوصفه تمام، والله عجبتني هكررها، هو يعني الوصفات هتخلص، ما عجبتنيش خلاص نولنا شرف التجربه يعني عادي، فانا هنول شرف التجربه دلوقتي ونشوف الاخبار ايه. الله يكرمكم والله، رافعين روحي المعنويه في الكنترول. هاخد بطيخه وحته جبنه، بس دي كبيره قوي، لو ورا الكاميرا كنت اخدتها عادي، بس احنا قدام الهوا، الهوا بقى فمش هينفع. وخياره، استنى البيتزا طالعه من الفرن لوحدها ولا ايه؟ حاسسها راكبه الموتوسيكل وجاية. استنى اهو تمام كده، هيبقى سنت مرضيه عن المعلقه. ماشي بسم الله. يا سلام، جيتوا عند السلطه ومش عايزينها، هحطها هنا كده تحفه من هنا لاربع سنين قدام، والله العظيم خطيره. تسلم بنات افكارك يا بسبوستي، هايله. عملنا ايه مع بعض؟ عملنا تورته الجيلي الخطيره دي، شايفين ماليه مركزها كده، تورتايه سهله مش مكلفه، نص نص يعني، والكيك مسقي بالجيلي وطبقه الجيلي موجوده مع الموز، تحفه بجد. لو جربتوها اكتر نوع حلويات يرطب علينا في الجو ده، يعني هتعجبكم جدا جدا لو جربتوه. دي تورته الجيلي. عملنا ايه تاني؟ عملنا بيتزا بكرات الكفته بصوص البيتزا اللي عملناه مع بعض على ايدينا، حلوه جدا جدا. انا بقى عايزه اعمل ايه؟ انا عايز استنى، ولا احط دي ولا دي؟ احط شويه مايونيز كده على الوزه، فكره ما بنحط كده الصوص الرانش وعملناه مع بعض لو تفتكروا. طبعا دي الجبنه بردت، كان بودي قطع معاكم. بصوا بقى انا حطيت كده خيوط خيوط برضو تمشي من المايونيز، وممكن تحطوا عليها صوص رانش، وعملناه مع بعض قبل كده وهنعمله تاني، فعشان ايه موجود في حلقه قبل كده، موجود على يوتيوب، اكتبوا صوص الرانش صوت المراد هتلاقوه موجود قدامكم. مش عارفه التانيه دي احط عليها ولا اسيبها، احط عليها ريحان بس اعتقد صح، ولا نحط عليها؟ انا احط عليها بصراحه، انا شايفه ان خطوط المايونيز دي مديه شكل حلو قوي. يلا اهو كده، بسرعه 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 بسرعه. طيب حد هيقول ان انتوا دي عاملينها في البيت؟ لا، هيفتكروا ان انتوا جايبينها من بره، فاحنا ليه نشتري من بره لما احنا ممكن نعملها في البيت بطريقه سهله جدا وبسيطه، وزي ما شفتوا ما خدتش وقت ولا مجهود خالص، وطلع في الاخر شكلها حكايه. بس كده تعالوا بقى. بصوا بصوا من هنا، القرمشه ورفيعه، مش 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 يعني مش مقلبزه كده، فالسمك بتاعها مظبوط جدا زي اللي حاطينها في الفرن. طبعا كان نفسي تشوفوا اللي في الفرن، بس للاسف لسه قدامنا شويه، الفرن كان هادي فخدت وقت وبس. خلاص حلقه سهله جدا وبسيطه، جربوا الوصفات بتاعتنا النهارده وان شاء الله تعجبكم. كل سنه يا رب وانتم طيبين، ويفضل كده دايما كل ايامنا خير وهنا وسعاده، وتكونوا مقضيين البيت العيد في البيت وانتم مبسوطين. اشوفكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده على خير، باي باي. Thank you.